بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وعز المرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما الموت عليه محرم. لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما الموت عليه محرم. نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم. Imam Hussein alayhi salam did not know which area or which place to relax in. لم يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم. He's not allowed to be relaxed. نزلوا, they came down بحومة كربلاء in the area called Karbala. فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم. The vultures of Karbala asked from Ahlul Bayt what it normally asks from the people, and that is for the people to die so they can eat them. نزلوا بحومة كربلاء فتطلبت منهم عوائدها النسور الحوم. وتباشر الوحش المثار أمامهم أن سوف يكثر شربه والمطعم. وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. The faces of the people frowned. عبست وجوه القوم from fear of death. والعباس, عباس who was named after that name, frowning. عباس means frowning. والعباس فيهم ضاحك متبسم, meaning عباس was smiling while the enemy was frowning. عبست وجوه القوم خوف الموت. والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد بالرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل وثناء أبو الفضل الفوارس نقصان. فرأوا أشد ثباتهم أيهزموا. ما شد غضبانا على ميمونة إلا وقد حل بها البلاء المبرم. Every time he takes off and attacks an area, havoc befalls that area. ما شد غضبان على ميمونة
قد حل بها البلاء المبرم أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم قسما بصارمه الثقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه. I swear by whatever he holds in his right hand that he would have eliminated existence with his sword if it wasn't because of qada of Allah subhanahu wa ta'ala. قسما بصارمه الثقيل وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم وهوى بجنب العلقم فليته وهوى بجنب العلقم فليته للشاربين به يداف العلقم ومشى لمصرعه الحسين ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متقسم ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. Imam Hussein approached Abbas when he was laying on the sands of Karbala, and the eyes of Imam Hussein, ومشى لمصرعه الحسين وطرفه, from the corner of his eye, بين الخيام, between the camp of أهل البيت, وبينه, between Al-Abbas, متقسم. يعني one time he looks at Abbas, one time he looks at the camp. Al-Fah, he arrived, محجوب الجمال كأنه, he was covered, the beauty was covered, as if it was a crescent, بدر ملثم. It was a crescent that had a cover on. ألفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دمه قد رام يلفمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم الصخور لهولها تتألم أو أنت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أألم صلى الله على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه وقال ولم يبدها وقال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العلي العظيم.